أنا بشكر الدكتور مصطفى، يعني الكلام ده كان بيتعمل الكلام ده كان بيتعمل وكان فيه ولاد وولادنا ومنشآتنا بتتعرض للدمار والإرهاب. وافتكروا كنا بنقف على المسرح ده نستقبل أسر الشهداء ودموعنا بتنزل على أولادنا اللي هم ضحوا عشان بلدنا تعيش. واللي أنا بقول دايما لهم إن الأسر دي إحنا لا يمكن أبدا، وهنبقى جاحدين جدا، مش جاحدين بإن إحنا نخلي بالنا منهم، لأ، إحنا نخلي بالنا من اللي هم ضحوا عشانه. هنبقى جاحدين لو إحنا ما خليناش بالنا من اللي هم قدموا أرواحهم عشانه. بشكرك يا دكتور مصطفى، ولو سمحتم كنت بتمنى ان الجمع الجميل ده في وقت معين معرفش امتى تاخدهم حضرتك والسادة الوزراء ونقسمهم مجموعات يخشوا على كل وزارة، لان انا شايف ان احنا لم نغطي الاصلاح الاداري اللي اتعمل والميكنة الحكومية اللي اتعملت في الدولة الاعلام ما قدرش يغطيها. يمكن في فرصة لزمايلنا اللي موجودة معانا واشقائنا واهلنا اللي موجودين دلوقتي في المسرح واحنا في العاصمه تيجي اتوبيسات تاخد الناس ونطلع ونشوف ونقعد، وانا هاجي لك مجلس الوزراء عشان ما انتوا مش عايزين تجيبوه في الاعلام بقى كويس، جايبين برضو اما انا بقول جايبين وزاره التموين برضو اليافطه المتعبان، انا اسف يعني اليافطه اللي خربانه اللي مش عارف ايه، لا 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 لا, لا. انتوا حلمكم يا مصريين لازم يبقى اكبر من كده. اوعى يكون حلمك لقمه، اوعى يكون حلمك لقمه. شكرا جزيلا.